بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الغاليات، نتمنى تكونوا كامل في صحة جيدة. ربي بعد علينا البلاء هذا اللي حط علينا، وبعد علينا الوباء، إن شاء الله يا رب يبعدوا علينا والجميع أمة محمد يا الله. قولوا آمين. اليوم حبيباتي جيت لدارنا دوازاغ، جيت نشوف ميمتي، لقيتها تدير في السفنج. هنا بدات اختي تصور لكم عليها، سمحوا لي على التصوير. لقيتها دير في السفنج، والسفنج تاع ماما الله يبارك ما شاء الله يشهي ويسخف. حبيت نفيد مشتركاتي الغاليات بالطريقه تاعها والسر نجاح السفنج تاعها. هنا هذه عندها كوموند عليها، تشوفوا في الكميه كبيره. هنا عندنا سميد، حطت 3 كيلو سميد، حطت 2 مغارف تاع الملح كيما راكم تشوفوا، نحطو قيس فنيجل تاع الزيت كيما راكم تشوفوا فيه. هي هنا عاد عندها خبرة تلمون ديرو بزاف، عينها ميزانها. عفوا انا نزدران وما تقولش كورونا، ما هيش كورونا. ربي بعد علينا البلا هذا يا ربي. العبد يكون عنده ايمان بربي سبحانه، كما يقولوا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كما مكتب ربي سبحانه. حنا ندعي ربي يغفر لنا ويسامحنا ويبعد علينا هذا البلاء. هنا راهي بست شويه الزيت هذاك، بست السميد عفوا. وهنا راح نحطوا الخميره. هنا هي حطت 3 مغارف تاع خميره، داك تشوفوا، وحده 2 3 وشويه. هنا هي في الكيلو، كي ديروا كيلو سميد تستعملوا مغرف كبيره تاع الخميره. هنا نزيدوا مغرف سكر بس فعلنا الخميره هذيك هكذا. كما قلت لكم سامحوني هنا التصوير، يا اختي اللي بدات تصور. الماء لازم يكون دافي بطبيعه الحال. هاي حطت شويه ماء باش تتفاعل الخميره هذيك. نخلطوا الخميره ونخليوها شويه باش تتفاعل لنا ليه. ودك تبدا تبل بربي بسم الله. هاي حطيناها على الملح، به الدوب الملح وتحكها به الدوب وتبدا. هنا راهي تبل فيه. راح نخلي لكم في صندوق الوصف المقادير، تكون بكميه صغيره. وسامحوني على صوتي، راني نزدر انا والله، تعرفوا الحال بارد وانا يقيسني كي نبرد لازمني نزدر. هاي تبخ فيه بالعقل وتلم وتبل. ما تصبوش الماء دفعه واحده، اكيد كيما الكسره، حطوا الماء بالعقل ولموا بلا ما تعجنوا، لموه بلا ما نعجنوه هكا. هاي تلم. يا الله يا رب، هكا ندخلو في بعضه. تشوفوا القوام تاعو، نزيدو له دوك، تشوفوا القوام تاعو كيفاه يكون. دخلوه في بعضه. والله يا اخواتي نتمنى انه كل وحده كي تصلي تهز يديها لربي سبحانه وتدعي في ظهر الغيب وتقول يا ربي بعد علينا البلاء، ان شاء الله ربي يسرنا ويبعدوا علينا. هنا بعد ما لمينا السفنج غطيناه بالبلاستيك ونغطيوه بالسيرفييت ونخليوه يخمر. هنا راهو خمر، راكم تشوفوا فيه ضعف الحجم تاعو كما راكم تشوفوا. ها هوك كيفاه يكون. وهنا راح تبدا تعجن فيه. يعني ماما عندها العجانه، مي هي ديما السفنج ولا السمنيات ولا تحب تستعملهم، يعني صراحه دير بيدها، مع انه تشوفوا فيها كميه كبيره لكنها فضلت انها ديرها بيدها. راح نعجن، وهنا نبداو نعجنو عادي كيما الكسره. تعجن
تبعوا لا فيديو الاخير باش تشوفوا السر في نجاح السفنج. اللي ما تنجح لهاش السفنج تجرب الوصفه هذه، اكيد راح تنجح لها. هاي هنا عجنته بكل، راح تبدا تسقي فيه بالماء. الماء طبعا يكون دافي، تحط الماء وتسقي بشويه. الماء هنا ما نقدروش نعطيه يعني كميه تكون محدده، علاه؟ بس كل وحده ونوع السميد تاعها. احنا هنا استعملنا سميد البركه، السميد هنا لازم يكون من نوعيه يكون رقيق، يكون السميد ناعم. يعني هي هنا استعملت الفرخ، هاي ترش في الماء تسقي وتطلق فيه. وهذه هي الوصفة الأصلية تاع قسنطينة، يعني تاع مدينة قسنطينة. كاين بالفارينة وكاين بالسميد، يعني بصح الوصفة الأصلية تكون بالسميد. كيما سبق لي وحطيت في القناة الوصفة الأصلية بالفارينة تاع الشريك، وراح نحط لكم بإذن الله الشريك بالسميد اللي هو الوصفة القديمة تاع قسنطينة. وسامحوني نزدرانا والله، كي شفتها وصورتها وزدت شميت الريحة تاع وتلقلي درت شويه فيها خشمي شويه تبلوكا حاشاكم. دوك هنا حين نسقيو بالعظام، كاين هنا اللي يكمل بالماء برك ما يحطش العظام، وكاين اللي يحط العظام. احنا في الكيلو نستعملو زوج حبات تاع العظام، هنا راح تحط 6 عظمات، والعظمات ثاني نكونو دفيناهم يكونوا بدرجه حراره الغرفه باش ما يهبطناش السفنج تاعنا. هاي حطت 6 بيضات وتبدا تطلق. دوك نخلطوهم شويه بشويه ما فوالا باش يزدو يدفاو مليح، وتحلهم هك وتبدا تطلق في السفنج. عمليه بسيطه يعني اللي تحب السفنج ولا مالين دارها يحبوا، لازمها لا باسيونس كيما تقول لي ماما، لازمها الصبر وتخدموا بنيتها. اللي تدخل الكوزينه لازم تدخل بنيتها كيما تقول ماما، ولازم تذكر اسم ربي باش كي تذكري اسم ربي يطرح ربي البركه والحاجه تيجيك بنينه وتيجيك مليحه. وانا تهزيت عليها والحمد لله طيبي مليح وكل شيء يصلح لي، ونتمنى نفيدكم بالخبرات تاعي. هذا هنا هو السر تاعنا في السفنج. واش هو هذه؟ هذه حبه بطاطا مسلوقه، عفوا حبه بطاطا معستها برك بالفرشيطه كيما نقولوا. راح تضيفها هنا، راح تعطي السفنج تاعنا واحد الخفه. ما ديما نحكي لكم حتى تجربوا باه تحكموا، هي ديما تزيدها داك تحكها مليح ما تبقاش فيها الحبيبات مع الماء هذاك السخون، وتضيفها راح تعطي له خفه، راح تعطي له هشاشه، راح يتنفخ معاكم. يعني صراحه جربوه ودوك تشوفوا وحكموا بنفسكم. وتكمل كيما راكم تشوفوا الحركات هادو. نتوما كي تجربوا جربوا بكميه قليله، هي تالمو مالفا ديروا بزاف، تقدر دير كميه كبيره كيما هنا قلت 3 كيلو تاع السميد. هذا عندها كومبون تاع سفنج دارتها، وكي دارتها جيت انا صدفه وصورتها، بدات اختي تصور لي يعني صراحه، ومن بعد كملت انا جيت صدفه ما كنتش على بالي. هكا وتولي تخبط فيه كيما نديرو القرصه، تخبط فيه بيجي خفيف هكا. تخبطو شوف كي بدا يتلم كي يتخبط. انا كاين حبيبات البطاطا بقاو برك ما تكرازاوش مليح، نحاتهم زيدو شويه تاع الماء، تدهلي يديها عفوا بالماء وتزبه ما يلصقلهاش فوالا، ما يلصقش في يديها وتخبط. انا اللي عندها الجهد بزاف تخبط، تبقى تخبط على قد ما تخبط يجيها خفيف. هكذا حتى يديروا مبايل، هذوك كنت تشوفوا فيهم هادو مبايل، معناتها السفنج تاعك راهو ناجح 100%. هاي كنبولة هذه هي دليل النجاح. راح دهنا
البانيو تاعنا بالماء، دهنا البانيو بالماء باش نحطو فيه السفنج تاعنا. هاي هزته وحطته هنا، شوفوا القوام تاعو كيفاه يكون، يتلاصق في اليدين. بعد راح اكيد نستعملوا الزيت باش نهزوه، نغطيوه ونخليوه يريح، نغطيوه بالنيلون هذا ونزيدو له سيرفيات من فوق هكذا، ونروح مباشرة نحطو المقلاة تاعنا تسخن. والزيت لازم يكون سخون مليح، يكون سخون بزاف باش ينجح معنا السميد وباه يتنفخ. هنا بعد ما ريح نديروه دي بول كيما راكم تشوفوا، بالاستعانة بالزيت طبعا هكذا. شوفوا الحبة كيف تكون ملصة، نعاود ندير لكم حبة خلف، عفوا الله غير سامحوني بكا نستر انا. شوفوا السطح كيف يكون املس، عامل حبيب بس نخليهم يريحوا شويه ومن بعد تجي تحلهم. ما تخليوهاش عاليه باسكو تجيكم طينه، حلوها كبيره. وماما حنا يعني علمتنا وهي دير سفنج كبير صراحه، جميع واحد اللي تعرفها، جميع وحده تعرفها تعرف السفنج شحال اللي كبير. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، نحطوه بسم الله، نبداو نزيدو عليه في الزيت بلا بشويه في الجناب باش يتنفخ معانا. والزيت لازم يكون سخون، نعاود ونقول لازم يكون سخون باش ينجح معانا. انا الدخانه اللي زادت عليا في الزدر عليها، كنت ديجا زدرانه شويه من الدخانه تاع السفنج زادت لي، يعني بلوكيت خلاص. نقلبوها ونزيدو نرميو عليها الزيت من الجهه اللي الثانيه هكذا. واللون هنا تتحكموا فيه، يعني تحبوا ديروه بيان دوغي، تحبوا ديروه في الماغو كيما حبيتو. عفوا هكذا نحلوها ونقبوها في النص. كاين اللي يستعملش الزيت، يستعمل الماء ويحلها في يدو ديريكت ويحطها في المقلة. احنا نستعملوا الزيت، هذه هي طريقه ماما العزيزه، وانا هزيت عليها وخواتها تهزوا عليها. صح انا صراحه انا ما نديروش كبير، انا نديرو شويه صغير. خليك نديره لكم في داري تشوفوا زيما، انا نديرو صغير. شوفوا الله يبارك فات نفخت، الله يبارك ما شاء الله، وجا خفيف خفيف واش نحكي لكم فيه. كتشربوه مع حليبه مع شويه عسل والحليبه وقهيوه، الله يبارك. وحده ديجا تشبعت كفيك، لكن قدرتوا تكملوها. شوفوا الله يبارك فتنفخ، تولهم من الزيت هذا. نبقاو ندوروا فيها باش تطيب مليح من تحت، وتهزها شوفوا الله يبارك ما شاء الله كيفاه طالعه وخفيفه والدور. هنا حبيت نصور لكم تشوفوا باش تفهموا، وسامحوني الا كان لا فيديو طويل، انا جوست باش نفهمكم وحده مبتدئه وسخفت على البراج. عفوا يعني بديت نخلط، سخفت على السفنج، ديروا لشات صغير وتبدا تجرب كميه قليله. هاو السفنجة تاعنا الله يبارك ما شاء الله، شوفوا كيفاه جا مفخفخ وخفيف واش نحكي لكم فيه، يشهي يشهي شهيتكم في الجنة حبيباتي. شوفوا كيفاه، كنحل لكم تشوفوه من داخل كيفاه، شوفوا كيفاه فارغ من داخل، تالمو خفيف ومنفخ. نتمنى تجربوا حبيباتي وتتبعوا الخطوات تماما كيما دارتها، اكيد راح ينجح معكم ويعجبكم باذن الله. شهيتكم في الجنه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.